ككل عام أحيت فرنسا عيدها الوطني في جادة الشانزليزيه في العاصمة باريس من خلال تقديم العرض العسكري التقليدي الذي حضره الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى جانب رئيس الحكومة فرانسوا فيون وباقي أعضاء الحكومة. الرئيس الفرنسي استغل هذه المناسبة وأعلن مجددا عن قرار سحب ربع 4000 جندي فرنسي في أفغانستان ابتداء من هذا العام. الانسحاب سيبدأ هذه السنة وسيمتد إلى غاية 2013. إننا نواجه أعمالا إرهابية وحشية للغاية. أولئك الذين يقومون بذلك على دراية بالأمر. العيد الوطني لهذا العام قررت السلطات الفرنسية إهداؤه إلى ضحايا اعتداء الأربعاء الذي أسفر عن مقتل 5 جنود فرنسيين وإصابة 4 جنود آخرين خلال اجتماع للوجهاء في وادي تجاب بولاية كابيسا في شمال شرق كابول.